طوال السنوات الأربع الماضية، ركود غير مسبوق في أهم منفذ بري يعتمد عليه اليمن في عبور 70% من المنتجات الغذائية والبضائع المستوردة. توقف الحركة بين حين وآخر في منفذ شحن الجمركي بالمهرة عند الحدود مع سلطنة عمان يرجع لعزوف مكاتب التخليص الجمركي ومعظم التجار عن إدخال بضائعهم عبر منفذ شحن بعد عجزهم عن دفع رسومها الجمركي بسبب قرار اتخذته السلطات الحكومية يقضي برفع الرسوم الجمركية بنسبة 100%. خف العمل كثير بدا يشحن، العمل خف كثير، كان أول القواطر زحمة إلى بعد 8 كيلو إلى منفذ الجمارك المهرة، جمارك عمان، لجمارك عمان، الآن ما فيش، حتى المحلات خفت، العمل خف بكثير ما عاد زي أول. رفع الرسوم ساهم وفق تأكيدات المعنيين في مضاعفة الركود الاقتصادي وتوقف الحركة التجارية في جمرك الشحن، هو عودة النشاط التجاري لمين الحديدة الذي انتقل معظم التجار في السنوات الأربع الأخيرة لمزاولة نشاطاتهم التجارية عبره. الحركة الجمركية هي تتأثر بعدة عوامل، منها المناولة التجارة العالمية، سلاسل التوريد، كذلك وضع السيولة في الداخل والمعيشة، وكذلك لما تفتح مواني مثل ميناء الحديدة والمواني الأخرى هي أثرت كثيرا. فالتاجر طبعا يشوف قرب المسافة والطريقة ويشوف مصلحته. يصرح مدير عام جمرك شحن الأستاذ ثابت عوض مبارك أنه في الأشهر الماضية استعاد الجمرك نشاطه التجاري بنسبة 5%، وذلك بعد القرارات التي قضت بتخفيض سعر الدولار الجمركي وبعد استحداثات إدارية قامت بها إدارة الجمرك على إثرها قضت على العديد من الشوائب التي كان يعاني منها الجمرك، وأنه عما قريب سيعود النشاط التجاري لجمرك شحن كما كان في السابق. حمزة العواضي لمن اليوم، محافظة المهرة.